تعقد جامعة القضاعيات الدورة العادية لمجلس الجامعة، واللي كتجي من بعد هاد الملاحم الوطنية، من بعد يعني التطهير إلى بغينا نقولوا عبر القرقرات وبالحرفية والمهنية ديال قواتنا المسلحة الملكية وبالتوجيهات من سيدنا الله ينصرو. كذلك هاد المجلس كينعقد من بعد الاعتراف ديال الولايات المتحدة الأمريكية بالحقوق المغرب على الصحراء ديالو وعلى المناطق ديالو. فهاد الإشعاع الوطني وهاد الانتصارات الوطنية وهاد الملامح كتطفي وكتطبع الأشغال ديال هاد المجلس، واللي من خلاله كل مكونات الجامعة تيوجهوا الولاء ديالهم والإخلاص ديالهم والتعلق ديالهم بصاحب الجلالة وبتثمين ديال جامعة القضاعيات لكل القرارات وكل المواقف اللي تياخدها سيدنا الله ينصره واللي تيقودها في مصلحة الوطن ولكل القضايا الوطنية والعربية. كذلك هذا المجلس غادي يتطرق لمجموعة من النقاط: الدخول الجامعي، النقطة ديال مشاريع تنزيل القانون الإطار 51/17 واللي من خلاله غادي يكون واحد التعاقد مع الوزارة. كذلك غادي نناقشوا توزيع الميزانية نتاع 2021، بالإضافة إلى عرض النتائج ديال نتائج نتاع المباريات عميد كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية وعميد كلية اللغة العربية للمصادقة عليها ودراستها من طرف المجلس. وفي البداية، وهذا فخر جامعة القضاعيات، كان الاحتفال بثلاثة ديال الباحثين مرموقين من الجامعة اللي تميزوا واحد التميز دولي وخداو جوائز دولية. ففي إطار دعم التألق والتميز ديال الباحثين ديالنا، هذا مسألة اللي هما الطاقة ديال الجامعة وهما الأساس والركائز، فاحتفلنا بهم في بداية هذا المجلس اللي كما قلت كتطبعوا الروح الوطنية، كتطبعوا واحد الحماس، كيطبعوا واحد النوع من الحس العالي جدا اللي غادي يكون واحد الوقود وواحد الطاقة باش الجامعة تزيد في الإبداع ديالها وتزيد في العمل ديالها من أجل المشاركة بواحد الشكل فعال وبواحد الشكل اللي هو إيجابي جدا في التنمية الوطنية وفي تنزيل الاستراتيجية التنموية اللي وضعها سيدنا الله ينصره.